الو، السلام عليكم. عليكم السلام خويا نزار، كي داير اخويا؟ بخير، هاني، امور مزيانه. الحمد لله. اخي الكريم، ممكن تشرح لنا يعني كيفاش تنشر هذا لا فيديو وكيفاش المتابعه ديالو بعد ما وجهت له شكايه النيابه العامه؟ اخويا انا اولا تفاجأت في هذا لا فيديو، حتى تنشر بواحد الشكل كبير في الانترنت، وانا شخصيا فتحت الهاتف ديالي حتى لقيت يعني ولدي خدام كيتكلم وكي يعني كي كيهضر. انا تفاجأت الصراحه ديال الله، أكيد. ولهذا انني حاولت نبحث على شكون اللي نشر هذا الفيديو هذا. فبعد ما سولت الزوج ديالي لقيتهم يعني يعني التلاميذ ديال هذوك القسم كاملين، الامهات ديالهم دايرين جروب، نعم. واي حاجه كتوقع مثلا في القسم ولا هذا يعني شي انشطه والى اخره كتسقط يعني تصور تبارتاجو. داك لا فيديو. فالاستاذه كانت صورت داك الفيديو ولوحاتو في الجروب اللي فيه بزاف ديال النساء اللي داخلين في هذاك الجروب، وشدات واحد السيده لا ذكر الاسم ديالها، أكيد حيث أكيد. الشهاده وقف سريه البحث، نعم. وبارطاجاتو عندها في تيك توك، لان كاين واحد السيده معهم، الابن ديالها حتى هو كيقرا تما ودايره تيك توك. فنشدت داك لا فيديو ونشرته في تيك توك. فبعد دون ما إذن. حاولنا يعني مشينا عند الاستاذه وتكلمنا معها، لانها قلنا لها واش انت اللي حاولتي تقومي بنشر هذا الفيديو؟ فنفات وتفاجأت مني شافت انه ذاك الفيديو يعني إن شاء الله. وسع في الانترنت بواحد الشكل كبير، وي. والناس كاملين ولاو كيتكلموا عليه. فهنا فين غادي نلتجئوا الى القضاء باش نحقق نعرفوا شكون أكيد. هو الشخص هذا اللي قام بهذا النشر ديال الفيديو. نعم. ما علمونا، ما قالوا لنا حتى شي حاجه، حتى الوليد انا ديالي يعني ولا يعني الدراري كيتنمروا عليه هنا في اسمع. المؤسسة. وصراحة ديال الله اخويا نزار، حتى ولدي ما بقاش كيقدر انه يمشي للمدرسة، وهذا الشيء أكيد هذا أكيد. اكيد اثر لي على الابن ديالي، وحنا غنحمل المسؤولية لهذا الشخص هذا اللي قام بنشر هذا الفيديو هذا، لانه باش يبقى العبرة، حيت انا ولدي حاليا دابا ولا ممنوع من المدرسه ديالو، لانه الدراري صغارين في السن ديالو، نعم ولو كان نعم غادي نعم كيقول له ما تغوتش عليا ما تغوتوش عليا، أكيد أكيد هو أكيد يعني الحاله النفسيه ديالو ما بقاش جيده. أكيد أكيد أخي الكريم، لأنه يعني هذا الشيء هذا حنا كان الوليدات الصغارين، خصوصا الوليدات الصغارين يعني يتأثروا. لو كان إنسان كبير أكيد أنه غي يقدر تعجبو داك الشهرة وبقى يعني تجي عنده يعني هاد الشيء هذا يجي عنده مسألة عادية، ولكن من غيكون الطفل أكيد أنه غتجيه يعني غيتأثر نفسي. وأخي الكريم، واش يعني تكلمتي مع الزوجة ديالك في هاد القرية هادي وسولتيها يعني واش هاد السيدة هادي جات عندك أو لا؟ نعم خويا نزار، راه تفاجأت الزوجة ديالي ملي شافت هذا الفيديو هذا. والزوجة ديالي والله العظيم اخويا نزار بقات كتبكي، قلت لك انا ولدي راه حيت حسست بان الولد راه غادي يتأثر نفسي، وفعلا وهذا هو اللي خلانا اننا نلتجئ للقضاء ونعرفوا شكون هو الشخص هذا. هي في الحقيقة أخي الكريم، راه التصوير اللي كيوقع داخل القسم أو داخل المؤسسة بصفة عامة راه ما خصوش يكون، لأن ولدي ولا ولد واحد آخر أنه كنشوفه أنا بواحد الطريقة، يعني خليو داك الشيء، راه داك الشيء راه كيكون فيه البركة عباد الله. راه حنا ما قريناش بالتليفون وبالتصوير وإلى آخره. دابا وليت كنلاحظ أنني كنشوف الأغلبية ديال المؤسسات ولا كيقوموا بهاد الأشياء هادو، على أساس حنا راه ها كيفاش كنقريو ولادنا، يعني بحال اللي كيوليو ابو خويا نزار كلامك صحيح، راه بحال أكيد كيقولوا حنا أكيد. زعما راه كنقريو، وراه حنا زعما لا. حنا
يعني وليدات ديالكم راهم ناشطين نعم فعلا. أغلبية فعلا كلامك صحيح، وراه هذا الشيء هذا يعني هو اللي كي ولا الآن. فواحد النقطة، واحد السؤال الآن اللي غنسولك عليه أخي الكريم، فواش يعني هاد السيدة هذه اللي هي الأستاذة فعلا، أولا هاد المرأة، خلي الأستاذة يعني الأستاذة كتقول بأنها كانت مولفة، يعني كتلوح لكم فيديوهات ديال النساء، يعني كتلوح فيديوهات العديد. واش هاد السيدة اللي لوحت هاد الفيديو هذا ديال الابن ديالك، واش يعني فايتها لوح ملوحة شي فيديوهات اخرين نفس الطريقة؟ الله اعلم اخويا نزار، انا ما كان صراحه ما كندخلش هذا الشيء ديال التيك توك وهذا الشيء هذا، ما عنديش معاه بالحق. يعني ما كاينش شي فيديو اللي الان سمعنا عليه من غير هذا الفيديو ديال الابن ديالي. الصراحه ديال الله ما نقدروش اننا نظلموا اي واحد، اكيد اكيد. حنا ما سمعناش شي فيديو اخر. اكيد اخي الكريم، كنشكروك على يعني الصراحه ديالك، ومازال غنتصلوا بك الان. يعني وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم هاد الاشياء اللي كيقوموا الان ما خصهمش يعني يتكرروا، لان راه كنظلموا الحياه ديال الوليدات، وكنظلموا الحياه ديال الاباء كذلك. شي كلمه اخيره اخي الكريم؟ الكلمة ديالي الأخيرة أخي نزار هو نتمنى من الله سبحانه وتعالى هو يهدي هاد الناس. وأنا بغيت نعرف شكون هو هاد الشخص هذا اللي نشر هاد الفيديو ديال الابن ديالي، وراه كون كان غير جاو عندي وقالوا لي نعم نعم راه حنايا اللي نشرنا هاد الفيديو، وراه حنا اللي درنا هاد الشيء، وجاو كيعتذروا ومسحوا داك الشيء، راه ما فيها بس، غنسامح والله حتى غنسامح. أكيد ولكن أكيد. هاد الناس هادو ما جاو اعتذروا ما والو، فحنا رفعنا الشكاية، وأكيد غتكون خبرة على الهواتف ديال حقيقي. الأمهات كاملين، واللي دار الذنب غيستاهل العقوبة خويا فعلا. نزار. وكنشكرك خويا نزار على لا هاد داعي للشكر. يعني المساعدة ديالك، أكيد ونتمنى أن الناس اللي كيسمعوا هاد الفيديو هذا انه هاد الشيء هذا تنتمناه ما يوليش يتكرر نعم مرة اخرى. نعم نشكرك خويا نزار. نعم شكرا اخي الكريم، وفعلا كما تقول يعني بهاد العبارة، هاد الشيء هذا ما خصوش يتكرر بتاتا، لان هاد الشيء راه كيمسنا، وراه قلنا كيمس دوك الوليدات. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى والأغلبية النساء أنهم كيقوموا بهاد الأشياء ديال هاد الجروبات، نتمنوا أنهم ما يديروش بحال هاد الشيء هذا. الوليد أولا البنية صيفطوهم يقراو، خليهم في القسم ديالو. وبالنسبة كذلك الأستاذة، راه هاد الأشياء اللي كتقومي بها راه كنتي يعني مسؤولة على دوك الوليدات، فكنتمنى أنه هاد الخطأ ما يوليش يتكرر. نجح من جوات السريع من جوات السريع.